بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات الـ Structural Welding. وفي فيديو اليوم هنتكلم فيه عن أوضاع اللحام. وقبل ما نتكلم على أوضاع اللحام، لازم نعرف الفرق الأول بين مصطلحين أو مفهومين مهمين في أوضاع اللحام. الأول وهو الـ Weld سلوب، والتاني وهو الـ Weld Orientation. والولد سلوب ده بالعربي اللي هو زاوية ميل اللحام، وهي مقدار زاوية ميل خط اللحام، وده بيتمثل في الروت لاين مع المحور الأفقي لمحور اكس. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما انتم شايفين معايا على الشاشة دلوقتي، لو احنا حطينا الشغلانة بتاعتنا في الوضع الأفقي وخدنا الدليل بتاعنا اللي هو السنتر لاين بتاع الولد لاين او منتصف خط اللحام، والمتمثل فيه اللي هو الروت لاين، ده لو حطيناه في محور اكس وبدأنا نلف الخط ده، تمام، طبعا بعد ما حطينا الشغلانه بتاعنا في الوضع الافقي وخدنا السنتر لاين او الروت بتاع اللحام او خط الروت بتاع اللحام وبدأنا نلفه في اتجاه عكس عقارب الساعه، ده هيعمل زاويه. الزاويه دي في الحاله دي بنقول عليها الويلد اسلوب. طيب لما نيجي نتكلم على الجزء الثاني وهو الويلد اورينتيشن، الويلد اورينتيشن برضو نفس الكلام بتاع الويلد اسلوب، بس اللي بيختلف هو اتجاه اللف. في التعريف الاولاني احنا كنا بنحط الشغلانة بتاعتنا في الوضع الافقي، تمام، وبنخلي خط اللحام او الولد فيس بيبقى موازي للمحور الموجب من محور اكس، وببدأ الف السنتر لاين بتاع اللحام، تمام، اللي هو الروت في اتجاه عكس عقارب الساعة، تمام، فبيديني اللي هو الولد سلوب. اما في حالة بقى الولد اورينتيشن، انا احط الشغلانة بتاعتي برضو في الوضع الافقي، بس في الحالة دي بقى هيبقى الخط اللحام بيبقى عمودي على محور اكس، انا لفيت بس الشغلانة، تمام. طيب بعد ما لفيت الشغلانة اللي بيبدأ يتم قالك والله، تمام، بلف الشغلانة عكس عقارب الساعة، تمام كده، وبحسب الزاوية ما بين الخط الاولاني اللي هو النقطة الواصلة ما بين اللي هو الروت بتاع اللحام والنقطة التانية اللي هو السنتر لاين بتاع الولد فيس، ده طبعا بيديني خط. الخط ده لما اجي اميل الشغلانة بتاعتي في عكس عقارب الساعة، تمام، الخط ده بيصبح مايل على المحور الموجب لمحور زد، فبيديني زاوية الميل اللي بنقول عليه عليها الويلد اورينتيشن. كده احنا عرفنا الفرق ما بين الويلد سلوب والويلد اورينتيشن، بس السؤال اللي بيطرح نفسه كده بيقول واحنا ليه بندرس الويلد سلوب والويلد اورينتيشن؟ هقول لك والله الويلد سلوب والويلد اورينتيشن هيبقى مقدمه للفيديوهات اللي جايه واللي هنتكلم فيها على اوضاع اللحام. اوضاع اللحام هنعرف فيها اللي هو الوضع اللي هو الفلات اللي هو الارضي، والوضع الهوريزونتال اللي هو الافقي، والوضع الفيرتيكال اللي هو الرأسي، والوضع اللي هو الاوفر هيد او الوضع اللي هو العلوي. طبعا وعشان تعرف الفرق ما بين كل وضع والتاني، تمام، لازم تعرف الويلد سلوب والويلد اورينتيشن، لان بناء على الاتنين دول هتعرف تحدد، تمام، وضع اللحام بتاعك او انتقال وضعية اللحام من الوضع الفلات الى الوضع اللي هو الهوريزنتال للوضع الفيرتيكال للوضع اللي هو الاوفر هيد، وده ان شاء الله اللي هنشوفه ونعرفه في الفيديوهات اللي جاية. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. شكرا، السلام عليكم.